ديالي وصل مرحلة التزاوج هو فصلة نادرة والحمد لله. دابا كما قلت لك انا قبيله باننا غادي جيت على حساب باش نشوف شي واحد من الاصدقاء ديالنا هنا، ما ربنا تكون عنده النسوه ديال هذاك الفصيله اللي كانت. والحمد لله تلاقيت مع الاخ حمزه لقيت عنده الفصيله نفسها، ولكن بوبريسه كما تنقولوا حنايا، لقيت الانثى. اي فوالا كيحملوا شوما، فوالا هذه منتشره ان شاء الله في المغرب، واللي حبه مرحبا به يتلاقى بينا نبيعوا له الوليدات ديالو داك الشيء ويربيها باحسن تربيه. فوالا دابا انا يلاه تلاقيت معاه غنتفاهم انا وياه على المهر على كيفاش غادي يتم الكوب ديالهم، ونشوفوا عاد من غادي يبقاو في هذه الفتره ديال التزاوج بينما الانثى طرحت الولاده ديالها. هذه دابا شي سيسمو انا مربيها وعزيزة عليا بزاف صراحة، عندي معاه شي استوارات زوينين بزاف، وانا دابا جد سعيد حيت لقيت الصديق ديالي عنده الدقاد، ودابا هذا موسم التزاوج ديالهم ونشوفوا وليداتها واللي بغى يربيهم مرحبا. كيفاش لقيتها؟ واحد النهار كنت داخل الكوزينه ديالنا وانا لقاها الفوق، لقيتها الفوق فوق الطناجره وداك الشيء، وانا نمشي وانا شديتها مسكينه بدات تكتر عاد وهادي، وانا نقول الله ترى علاش ما نربيهاش. صافي ربيتها ودخلت مع هاد الناس لواحد المجموعه، لقيتهم كيدويو على هادشي واستفدت بزاف، خديت واحد الاكسبيريونس من عندهم، والحمد لله دابا انا جد سعيد. الحمد لله دابا بغيت الانتاج الحمد لله. وكنشكر هاد الناس اللي جاوا اليوم وحضروا معنا وكبروا بينا على لا خطيكم، وكنبغي نقول الناس اللي كيستهزؤوا كيقول لك حنا ما كنضحكوا ما والو، علاش؟ هادي ماشي خلق الله، حتى هي خلق الله، حتى هي اي حاجه خلقها سيدي ربي، ولا راه عندها واحد الدور في الحياه. دونك ما خاصنا نبقى نستهزئ بهذا الشيء، وهذا الشيء حتى هو عنده واحد الدور في الحياه.